أكملت الطائرة بوينغ 778 دريم لاينر بنجاح أولى رحلاتها الجوية وهبطت في مطار فامبورا جنوب غربي لندن للمشاركة في معرض الطيران الدولي الذي يقام كل عامين. وتشارك في المعرض أيضا طائرة إيرباص A380 بالإضافة إلى طائرتها العسكرية A400M. الزميل محمد طه تابع هبوط الطائرة وتجول داخلها وعاد بالتقرير التالي. إنها طائرة سريعة اقتصادية، نصف مكوناتها مصنوع من ألياف الكربون. تقول شركة بوينغ إن كل جزء فيها يعد اختراعا. الضغط داخل الطائرة أقل والتهوية أفضل، ما يجعل السفر عليها أكثر راحة ومتعة السفر أكبر مع نوافذها الكبيرة. بناء الطائرة استغرق 7 سنوات وشاركت فيه 43 شركة من خلال 135 موقعا مختلفا. استهلاك الطائرة للوقود أقل من أي طائرة مماثلة. استخدام ألياف الكربون في تصنيعها جعلها أخف، كما جعل تكلفة صيانتها أقل لأن الكربون لا يتقادم بنفس درجة الألومنيوم. تأمل بوينغ من مشاركتها في معرض فامبورا للطيران الحصول على مزيد من الطلبات على دريم لاينر، بعد أن طلبت شركة طيران الإمارات 32 منها في معرض برلين للطيران. لعل بوينغ تحاول تغطية تكاليف تأخرها 3 سنوات لاستكمال تصنيع الطائرة. كبد تأخير الشركة تكاليف أكبر وتسبب لها بالإحراج، لقد كان عارا عليها. خبراء الطيران يقولون إنه لا وجه للمنافسة بين دريم لاينر وطائرة إيرباص العملاقة A380، فكل واحدة منها تخدم غرضا مختلفا. دريم لاينر تتميز بالسرعة والخفة، في حين لا تضاهي أي طائرة مدنية قدرة A380 على حمل نحو 800 مسافر. مع نهاية رحلتها الأولى عبر الأطلنطي، تتجه الأنظار إلى طائرة دريم لاينر لإحداث نقلة في سوق الطيران ونقلة لشركة بوينغ. لكن الخبراء يتوقعون أن تظل الريادة لشركة إيرباص بطائرتها A380 وطائرتها العسكرية A400M. من مطار فامبورا جنوب غرب لندن، محمد طه، BBC.